بعد أن فشلوا في أن يلبوا احتياجات الشعب الكويتي. الشعب الكويتي يبي تنمية، ما أقرت خطة التنمية. الشعب الكويتي يبي إسكان، في خطة تنمية، يبي إسكان. الشعب الكويتي يبي إسقاط قروض. الشعب الكويتي يبي وظائف. الشعب الكويتي يبي واحد يوقف العبث اللي صار بالتجنيس. عندك ناس مو مولودين بالكويت نواب بالبرلمان، ما يجوز واحد مو مولود بالكويت نائب بالبرلمان اليوم يشرع مثلي مثله، يشرع لأهل الكويت. هذا العبث اللي المفروض أهل الكويت يبون أحد يتصدى لهذا. لهذا الأخوة للأسف مو هذه أجندتهم. أجندتهم ينتقمون من الحقبة الماضية، أجندتهم يواصلون استمرار بقائهم بافتعال والله البحث عن حقيقة الإيداعات والبحث عن حقيقة التحويلات.